بوضوح الرؤية ووحدة الزملاء الصحفيين، والعين دايما تكون على الزملاء الشباب اللي منهم عمرو بدر ومحمود السحر. أنا قبل ما جيتكم بجيكم اللي بدأوا محمود السحر تحديدا، وهتكلم فيه في العين كلامي عشان الأستاذ جاري محمود بيتفضل الاختصار. إذا كان في كلام عن مقترحات، أنا شايف حقيقة إن هذه الأزمة ببيان اللاعب العام أمس أصبحت أبعد من وزير الداخلية. ونحن واضحين مع أنفسنا. أنفسنا عشان نبقى عارفين إحنا داخلين معركة طويلة وليست مع شخص وزير الداخلية فقط. وزير الداخلية يجب أن يقال ويحاسب هو رجاله. فقط على امتحان نقابة الصحفيين واختلاف الزميلين عمرو بدر والسحة يوم واحد، ولكن على حبس وتعذيب عشرات الصحفيين. مظاهرات 15 ابريل و 25 ابريل. هذه مطالب ينبغي ان نؤكد عليها. النقطة الأساسية الأخرى أن هذه معركة نفس طويل. في سنة 95 عندما صدر قانون اغتيال حرية الصحافة، تصدى له زملائكم وإخواتكم ونجحوا في هذا التصدي لأنهم صمدوا لمدة 13 شهر ونحن لسنا أقل منهم. سنصمد 14 شهر في مواجهة الحريات لا مساومة عليها. إحنا لن نتحدث عن اختراق نقابة الصحفيين وانتهاء حريتها فقط، ولكن نتحدث عن كل الانتهاكات التي تحدث لشباب الصحفيين اثناء التغطيات الميدانيه. عايز اطلب من الشهداء ودم عبد الحكيم.